بمناسبة دخول الجامعات نرجو تقديم ملخصا عن ضوابط الاختلاط في الجامعة. ما في ضوابط الاختلاط، هو الأصل عدم الاختلاط، هذا هو الأصل. وإذا كان المدخل واحدا كمدخل الجامعة مثلا، الإنسان يغض البصر، والنساء يتقين الله في لباسهن، والرجال يتقون الله تبارك وتعالى في التحرش بالنساء، وكل ذاهب للدراسة فيدرس ويخرج ولا يخالط النساء ولا يكلمهن إلا عند الضرورة أو الحاجة فقط، ولا يلين الكلام مع النساء، والنساء كذلك لا تتكلم مع الرجال، لأنه المسألة تبدأ هكذا، قالوا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هكذا تبدأ الأمور والعياذ بالله. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ولا يصب الزيت على النار.